وتالت ستاب انه تتركوه على الله وبلا ما تفكروا انه يي ما عم لاقي شغل وما بعرف شو تأخرت. هيدي يمكن تمرق معكم بس انتم بكون شلوها حسب انتم كيف مدربين بحياتكم من قبل، حسب انتم شو مارق على راسكم خبرات. انا بعدني لهلا رغم كل البوزيتيف انرجي اللي عندي ورغم كل الهيلينج اللي بعمله للعالم وبساعد العالم، في كثير ثغرات بضل اشتغل عليها وبس حس حالي هيك بنزل بمشي وبسجل فيديو لساعدكم وساعد حالي. سو لازم انتم بيطلب منكم تساعدوا، يمكن تساعدوا حالكم، بس كيف بتساعدوا حالكم لما تساعدوا غيركم كمان؟ هيدي بلس. سو شغلكم كمان لازم يكون هيك، لازم تكونوا مقدرين السيرفيس اللي بتعطوه، حتى لو كان كاشير، حتى لو كان مدير محل تياب، حتى لو كان مدير طيران، شو ما كانت البوزيشن، انتوا عم تقدموا سيرفيس الى قيمه الى فاليو قبل المصاري. بعدين الله بيقدر الثمن يلي انتوا لازم تاخدوه من خلال مثل ما قلتوا كل واحد وخبرته، لانه الله مقسم الارزاق بطريقه كمان كثير مهمه حسب الطاقه وحسب كمان وعيه للانسان. عشان هيك بتلاقوا في فنانين ولاعبين رياضه ومشهورين كثير ومشهورين شوي، كل واحد حسب طاقته حسب قدراته وحسب ما بيستاهل. ما في انسان بالمطرح اللي مش مزبوط، اذا هو مش المطرح مش مزبوط بفوت شوي وبيطلع. اذا فات واسطه اوكي ممكن هيدي الواسطه تساعد، بس مش يعني واسطه انه هو منه شاطر، ممكن يكون شاطر وحدا هي ريكومندد، اسمها ريكومنديشن مش واسطه. الواسطه بتكون لما يكون انسان فاشل وهو ما بده يشتغل على حاله ويروح على المكتب يعلق اجريه، هيدي ساعتها اسمها واسطه. سو ما تقارنوا حالكم، ما بقى تقولوا ما عندي واسطه، لانه واسطكم هي ربنا اللي موجود بكل انسان جواتنا بكل مكان وبكل زمان.